تعرف على قوة المغرب العسكرية. يصنف الجيش المغربي في المرتبة 7 بين الجيوش الأفريقية، ويحتل المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشاً في العالم لعام 2023. أما عربياً فيأتي الجيش المغربي في المرتبة 6 حسب ما تشير إحصائية موقع Global Firepower الأمريكي، ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المغربي بنحو مليار دولار، ما يجعله في المرتبة رقم 80 بين أكثر الجيوش إنفاقاً في العالم. ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟ يقدر عدد سكان المغرب بنحو 36.7 مليون نسمة، بينهم نحو 15 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنوياً 624 ألف نسمة تقريباً. يقدر إجمالي عدد الجيش المغربي ب 375 ألف فرد، بينهم 200 ألف فرد قوات عاملة و 150 ألف قوة احتياطية و 25 ألف فرد قوات شبه عسكرية. ويمتلك الجيش المغربي قوة جوية تضم 250 طائرة حربية، وتصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينها 83 مقاتلة، 30 طائرة نقل عسكرية، 76 طائرة تدريب، 4 طائرات مهام خاصة، طائرتان تزود بالوقود في الجو، و64 مروحية. أما حجم القوات البرية للجيش المغربي 1761 دبابة، 31972 مركبة عسكرية، و453 مدفع ذاتي الحركة، و211 مدفعا مقطورا، و48 راجمة صواريخ. وتصنف القوة البحرية للمغرب في المرتبة رقم 25 عالميا ب 121 وحدة بحرية، بينها 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى. يضاف إلى ذلك يمتلك المغرب قوة دعم لوجستي كبير تشمل أسطولا تجاريا يضم 93 سفينة، إضافة إلى 7 موانئ. ويمتلك المغرب 62 مطارا، وشبكة طرق تتجاوز 57 ألف كيلومتر، وشبكة سكك حديدية يتجاوز طولها 2000 كيلومتر. وبمناسبة الذكرى 67 لتأسيس الجيش المغربي، قد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمراً بإنشاء مركز للدراسات وأبحاث الدفاعات بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية لقوات البلاد. وأنت عزيزي المشاهد، كيف تصل قوات المغرب العسكرية مقارنة مع الجيوش المنافسة إفريقياً وعربياً؟